في أسبوعها الخامس ناقشت جلسات الحوار الوطني العديد من الموضوعات أملاً في الوصول إلى مخرجات تحقق تطلعات المواطن على الأصعدة كافة. وضمن المحور السياسي تم عقد جلسة لمناقشة تحديات العمل النقابي والعمالي وحلولها ضمن لجنة النقابات والعمل الأهلي، حيث أكد المشاركون على ضرورة مراعاة حقوق العمال وتسهيل ممارسة العمل النقابي، وكذا توفير الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وإنشاء صندوق للطوارئ، وأيضا ضمان التأمين الصحي وتطوير الاقتصاد المصري القائم على استيعاب العمال. وضمن لجنة المحليات تمت مناقشة موضوعات رئيسة في قانون الإدارة المحلية، من بينها أنواع ومستويات وحدات الإدارة المحلية وأساليب وشروط اختيار القيادات التنفيذية المحلية وعلاقات الوحدات المحلية. وفي إطار جلسات المحور الاقتصادي ناقشت لجنة العدالة الاجتماعية على مدار جلستين تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، كما ناقشت لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي الدين العام الإشكاليات والحلول. وأكد مقرر لجنة العدالة الاجتماعية عبد الهادي القصبي أن تحقيق العدالة الاجتماعية على رأس أولويات الدولة، مشيرا إلى أن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني مهمة وتحتاج لتكاتف الجميع واحترام الرأي والرأي الآخر، سعيا للوصول إلى أكبر قدر من التوافق لمواجهة التحديات الحالية. في هذه الجلسة من جلسات الحوار الوطني، وإذا كانت كل جلسات الحوار قد حظت باهتمام ومتابعة المواطن المصري، إلا أن هذه الجلسة تحظى باهتمام خاص لأنها تتعلق بالعدالة الاجتماعية التي تعد من أهم أولويات الدولة والمواطن على حد سواء، فلا يوجد أهم من تحقيق تلك العدالة، ولا يوجد أولى من البحث عن سبل دعم وتعظيم تحقيق تلك العدالة عبر بوابات وجلسات الحوار الوطني. نتناول اليوم من خلال هذه الجلسة المعنونة بنحو تفعيل تكافؤ الفرص عدة محاور هامة، في مقدمتها سياسة الأجور والمعاشات، السياسة الضريبية والتي تعد أداة للمواءمة بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. فمما لا شك فيه أن نظام ضريبي يتسم بالعدالة والوضوح يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية. من جانبه شدد مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني أحمد محمود جلال على ضرورة تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص لتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن الدولة تمتلك العديد من الأدوات لتحقيق المفهوم الواسع للعدالة الاجتماعية. منظومة الضرائب ده أحد الأدوات الشديدة الأهمية في أي مجتمع لتحقيق قدر من العدالة، وهو أصل الدولة لو ما عندهاش فلوس مش هتقدر تنفق على التعليم ولا الصحة، وبالتالي مش هتقدر توفر تكافؤ الفرص في التعليم والصحة. الأشياء كلها مترابطة، فياريت حضراتكم وإحنا بنفكر في فكرة العدالة التوزيعية دي أو فكرة العدالة الاجتماعية بشكل عام، الأولانية يبقى في ذهني أعمل إيه علشان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بدرجة أكبر. النقطة الثانية هي إيه الأدوات اللي أنا أقدر أستخدمها ضريبية ودعم. بالمناسبة أنا لما أدعم الصادرات يا ترى أنا بدعم مين بالضبط؟ أنا بدعم حد عايز أدعمه لأنه عايز فلوس من برة، عايز عملة صعبة، وبالتالي الصادرات مهمة، لكن بالضبط مين اللي بيستفيد يعني ده موضوع برضه. فعلى كل حال أدوات الدولة التوزيعية بالأساس هي يا إما ضرائب يا إما دعم. وفي جلسات المحور المجتمعية ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي على مدار جلستين التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار الوطني بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، كما ناقشت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعية على مدار جلستين مشكلات ما بعد الطلاق. وأكدت مقرر عام لجنة الأسرة
الأسرة والتماسك المجتمعي نسرين البغدادي السعي لإعلاء المصلحة العليا للأسرة والمصلحة الفضلى للطفل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحماية الأسرة المصرية. من جانبه أكد المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن ما يتردد داخل لجان النقاش ضمن بنود الجلسات هي آراء تعبر عن أصحابها وليست على لسان الحوار الوطني كمجلس أمناء. وخلال كلمته بجلسة لجنة التعليم والبحث العلمي قال رشوان إن آراء الحوار الوطني هي التي تصدر عن مجلس الأمناء ويتم الإعلان عنها، والحوار الوطني ليس جهة حزبية. عقدنا جلسة أولى يوم 31 مايو، تفضلت وزارة التعليم العالي بإبداء بعض الملاحظات على مشروع القانون، فتكرم السيد رئيس الجمهورية ووجه مرة أخرى بإحالة هذه الملاحظات ومعها مشروع القانون إلينا هنا لكي نناقشه ونبدي ملاحظاتنا الأخيرة عليه كحوار وطني. داخل لجان الحوار وجلساته بتتردد آراء كثيرة، وهذه الآراء بحكم طبيعة الحوار هي آراء مختلفة. الحوار الوطني ليس له رأي، الحوار الوطني ليس جهة تنظيمية، وبالتالي لا يصدر عن الحوار الوطني من آراء على الإطلاق إلا ما يقرره مجلس الأمناء ويجمع عليه، وده بيعلن على حضراتكم دائما في صورة مقترحات أو توصيات. كان مجلس أمناء الحوار الوطني قد استجاب لدعوة الرئيس السيسي وعقد جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، وذلك لاستكمال المناقشات حول التعديلات المقترحة لمشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمحال إلى الحوار الوطني من مجلس الوزراء بناء على توجيه الرئيس السيسي.